اخر حاجه بس عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، يعني جمهور النادي الاهلي دايما جمهور واعي وعارف كل حاجه وبياخد باله من كل حاجه. يعني ايه؟ يعني الفتره اللي فاتت في الشتاء كده، في اواخر الشتاء، مش اواخر الشتاء اليسا، لا اواخر الشتاء ده، اواخر الشتاء اللي فات، حصل ايه؟ رحنا شفنا ملعب استاد التتش. ملعب استاد التتش لم يكن جيدا. ليه؟ لاسباب كتيره جدا، التمرين كل يوم صبح وبعد الظهر، والفريق الاول دايما بيتمرن على الملعب، وفي الشتاء دايما عارفين انتوا النجيله هنا في مصر بتبقى فيها مشكله، هي طبيعه بلدنا كده. ولكن بحس الجمهور الواعي كانت هناك مطالب بتغيير ارضيه الملعب او بتغيير شكل الملعب. معرفش الحاجه جاهزه يا سمير ولا مش جاهزه؟ معاك سمير، قول لي بس الحاجه جاهزه ولا مش جاهزه. اه لو سمحت. ف مجلس اداره النادي الاهلي في ثانيه، في وقت اللعيبه خدت اجازه ورجعت من الاجازه على السفر، وبالتالي كان هناك شهر من الممكن جدا ان يتم فيه تغيير شكل النجيله وتغيير شكل واداء النجيله. فزي ما حضراتكم شايفين ده الشكل الجديد لاستاد التتش او لنجيله استاد التتش. وبالمناسبه اللي حضراتكم شايفينه ده والمستوى العالي في النجيله ده، دي حاجه سريعه، يعني دي حاجه كده مؤقته عشان يتم بعد كده في الوقت اللي يتم اختياره، لانه خلاص الفريق الاول هيرجع، وبالتالي الفريق الاول رجع وبالتالي التمرين هيبقى على هذا الملعب. ولكن مجلس اداره النادي الاهلي قرر ان هو يعمل حاجه سريعه جدا ومؤقته حفاظا على اللاعبين طبعا، ولكن ايضا لان هم الناس اللي موجوده كلها طول عمرها في مجال كرة القدم وعارفين لما بينزل الملعب وبيشوف، ما هو عايز يغير، بس هيغير ازاي؟ ما احنا لازم برضو كجمهور نبقى نشوف او نراعي الامور دي. امتى هغير؟ امتى هغير النجيلة؟ الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده الشكل الجديد. الشكل الجديد ده هيقعد فترة والصيانة مستمرة للملعب، وبعد كده ستكون هناك تغيير كامل في وقت يختاره الجهاز الفني مع مجلس الإدارة لتغيير كامل لنجيلة مختار التتش بأحدث الأساليب وشركة متخصصة للنجيلة الطبيعي فقط. فحضراتكم بس يعني إيه، في وقت كده، معلش أنا آسف إن أنا بقول هذا الكلام كل شوية ولكن هذه الحقيقة، في وقت كده ما ينفعش إن أنا أطلع فرقتي أروح أخليها تتمرن في ملعب تاني لمدة شهرين مثلا. ما هو انت عشان تشيل النجيله وتحط نجيله تانية وتعمل وكذا وكذا مش اقل من شهر ونص شهرين. ممكن تعملها في وقت معين المدرب محتاج فيه حاجه معينه او كذا. الشهر اللي فات ده حصل فيه التغيير السريع اللي حضراتكم شفتوه. حصل فيه التغيير اللي حضراتكم شفتوه. الشهر اللي معرفش امتى الحقيقه، ولكن اعتقد في اقرب فرصه سوف يتم الاتفاق ما بين الجهاز الفني ومجلس الاداره لتغيير نجيله ملعب مختار التتش. ده عشان حضراتكم بس تبقوا عارفين ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. كل حاجه بتبقى تحت النظر وكل حاجه، بس دايما مجلس الاداره دوره هنا ايه؟ دوره يختار التوقيت المناسب عشان يعمل الحاجه الكويسه، افضل حاجه. ما هو مجلس الاداره ده عايز يعمل ايه؟ عايز يكسب الدوري، وعايز يكسب الكاس، وعايز يكسب البطوله الافريقيه بدون اصابات، وعايز عايز كل حاجه كويسه. وبالتالي سوف يتم تهيئ كل الامور الجيده داخل الملعب وخارج الملعب. فهو اختار بس ده اللي على اليمين، ده القديم. اللي على اليمين ده القديم، عشان بس ما حدش يشوف ياخد باله يقول لك ده انتوا، لا اللي على اليمين ده القديم، اللي على الشمال ده الجديد. او يعني اللي هو يا دوبك اتعمل في خلال اسبوعين ثلاثه اللي الفرقه ما كانتش موجوده فيهم. ولكن انتظروا خلال معرفش امتى، مش يعني لما هعرف رسميا هقول لحضراتكم، ولكن انتظروا خلال الفتره القادمه تغيير كامل لنجيله ملعب مختار تتش. انا بس حبيت اقول لحضراتكم الموضوع ده لان انا عارف ان جمهور النادي الاهلي، انا دايما خلال الفتره اللي فاتت لما كان حد بيسالني تحديدا عن الموضوع ده كنت بقول له بس اصبر، يعني اكيد في حاجه. انا طبعا كان عندي معلومه بس ما ينفعش اقولها غير لما تبقى واضحه للجميع او
في حاجة لازم أطلع أقولها. فكنت دايما لما حد بيسألني بقول له إيه، أصبر بس شوية وأكيد هيتم الاختيار التوقيت المناسب عشان النجيلة دي تتصان. وبالفعل تم اختيار التوقيت المناسب وتم صيانة هذه النجيلة بشكل مؤقت لحين وصول أو تغيير النجيلة تماما بالاتفاق إن شاء الله بقى خلال الفترة القادمة ما بين مجلس الإدارة أو المشرف على الكرة كابتن محمود الخطيب والجهاز الفني.